اسمي ابراهام كارباجاكيان كوليكتور صار لي تقريبا 20 سنه من سنتين شريكي برومانيا رجع عقولي حب انه نكون سوا نعمل كوليكشن سوا اسمها كي اي كوليكشن ومن بعدها دغري عملنا هيدا الارت سبيس اللي هو برايفت ميوزيوم صغير متواضع ومن وقتها عم نجرب قد ما فينا نعمل بروموشن للفن اللبناني. الهدف هو يكون عندنا اسباس بوبليك ميوزي بيجوا بيزوروه كل العالم بكل حريه. Unfortunately هلا الفيرست ستيب قدرنا نعمل هيدا الشيء لانه كانوا هالشقتين موجودين ما كانوا عم يستعملوا. فكرته لشريكي روجيه كانت انه نحولهم لمتحف خاص واشتغلنا على هذا الشيء وصار له سنه هذا المكان مفتوح وان شاء الله نقدر نعمل شيء يكون public ويقدروا اكثر عدد من العالم يكونوا عندهم اكسي عليه. بفضل دائما اعزم الناس اللي ما بحبوا الفن لانه الناس اللي بحبوا الفن منهم عايزيني. بالنهايه ما فينا نحب شيء ما بنعرفه. يعني اذا منا شايفين لوحه على الفنانين الكبار المودرن بلبنان مثل بول جيراغوسيان او صليبا ضويه او عارف الريس او شفيع عبود ما فينا نحبهم. اللي بحبوا الفن اكيد راح يعملوا ريسيرش تبعهم وراح يفتشوا وراح يعرفوا شو في موجود وراح يجوا لحالهم بلا ما نعملهم افورت. بلشت مره كنت كمان مسافر رايح فاكانس وعم بقطع قدام جاليري حبيت لوحه كانت ليتوغرافي لانه وقتها ما كان في اشتري لوحات زيتيه كثير حبيتها وشفت قد ايه معي وقتها مصاري بقدر اشتريها وبعدها اكيد عندي. هيدي اول قطعه قدرت اشتريها ويمكن كان الفيروس اللي صعب انشفى منه. من وقتها قد ما فيي بكفي ومثل ما فسرت صار لي سنتين مع شريكي روجيه يلي انه الونيون في لا فورس. دونك وقتها كنا سوا صار عندنا مجال يكون عندنا اكسي على قطع اهم وخاصه انه الكوليكسيون اكثر شيء الفن الحديث المودرن اللبناني مش الكونتمبري. يعني كلهم اشخاص منهم موجودين والفن تبعهم عم بيصير اغلى واغلى. عم نجرب قد ما فينا نكفي الكوليكشن لانه بطلت هيني ما منلاقي كثير قطع والقطع الحلوه صارت باسمين باهظه. مين ما كان في جمع فن يمكن مش كل الفن اللي بحبه. انا في كثير اشياء ما في اليوم اشتريها. كل شيء عم يغلى يعني انه في انفلاسيون وصار كل شيء غالي. مزبوط انه صارت اصعب واصعب بس اذا واحد بحب الفن بيقدر يكون كوليكتور. مش ضروري الكوليكتور doesn't mean انه اذا واحد عنده اعمال بملايين الدولارات. في يكون كوليكتور لديسانات او لليتوغرافيات او لحال شغلي being a collector is not being a billionaire. اليوم في ناس بيجمعوا فن لانه بيحبوا الفن بس وصلنا لمحل انه الفن بطل بس
تجميع فن لأنه we like it. It's also some kind of an investment. في الكوليكتور اللي بيشتري بس لأنه بحب الفن, في كوليكتورز بيشتروا لأنه it's part of an investment, يعني أنه في مجموعة من الثروة تبعهم بحبوا أنه تكون مخصصة للفن لشي نهار هيدا الفن رح يكون أغلى وإكسترا إكسترا. الايدنتيتي تبع الكوليكتور بلبنان يمكن بلاقي فيه فرق بسيط بالايدنتيتي تبع any other collector بالعالم يلي I resume it in diversification. الكوليكتور الهندي majorly بيشتري Indian art, الأمريكاني بيشتري American art, الفرنساوي بيشتري أكتر شيء فرنساوي بس يمكن يشتري شوي internationals. عم نحكي on a personal basis, عم نحكي عن الشخص. وقت نفوت بفونز أكيد بيشتروا من حيال بلد الفن اللي بيحبوه أو بيلاقوه معقول يكون عنده مستقبل. الكوليكتور اللبناني يمكن الايدنتي تبعه شوي ضايعة, يعني مؤخرا صاروا اللبنانية شوي يشتروا فن لبناني, يعني بشوف كتير أصحاب بفضلوا بعضهم لحديت هلا يشتروا فن أمريكاني أو إنجليزي أو ألماني أو فرنساوي لأنه ما كتير عنا identity بلبنان. حتى أنا بالكوليكشن اللي بلشتها أكيد it reflects الشخص تبعي اللي هو إنسان لبناني, دونك الماجوريتي تبع الكوليكشن تبعي هي من الفن اللبناني, بيرجع في أصول أرمنية مشان هيك منلاقي كمان قطع لفنانين أرمن, وبيرجع فيها التوش أنه الانترناشنال أرت لأنه كلنا بلبنان منفتحين على العالم ومنشوف شو فيه ومنحب الأشياء الحلوة برات لبنان. This is the identity of the collection. أكيد بعد ما بعد المشاركة مع روجي كمان فات فيها شوية فن روماني لأنه روجي شغله وسكن ومكان سكنه برومانيا, دونك تعرفنا شوي أكتر على الفن الروماني. بس الهدف بيضل نحن فيجن تبعنا هو الفن اللبناني والفوكس تبعنا هو الفن اللبناني. يمكن بالستينات أو السبعينات هذا الشيء ما كان مزبوط, يمكن كانوا الكوليكتورز أكتر يشجعوا الفنانين تبعهم أكتر من الفنانين الأجانب. ما بعرف الكوليكشنز تبع الأشخاص اللي بشوفهم عادة فيهم كتير فوكس على الفنانين اللبنانية. إن شاء الله نرجع يعني اليونج كوليكتورز اليوم إن شاء الله يرجعوا يهتموا أكتر وأكتر بالفن اللبناني. اللي عملوا الكوليكتور دكتور صليبي is a great step, وإن شاء الله يغاروا منه كتير عالم. المبادرات الشخصية كلها عم بتصير بقوة وبهني كل الناس اللي عم بيشتغلوا هيدا الشيء. في أكيد صالح بركات and all other gallerists اللي عم بيهتموا وعم بيعملوا exhibitions برا وعم بيكونوا موجودين بالفوارز اللي بدبي أبو ظبي أو ميامي أو حتى بميوزيومز لإكزيبيشنز. هلا مثلا الإكزيبيشن تبع سلورا ودشير أو اللي صار بالإنستيتيو دو موند أغاب لشفي عبود, وفي كتير أشياء عم بتصير برا بس كلها مثل ما قلنا بيرسونال, يعني كلها private people that are doing it. لبنان شو عم يعمل كدولة ماشي
بدنا كتير شغل ما بدنا نفوت بس الدولة لأنه very critical and I don't want to be negative let's look at the bright side هلأ في بالبينال في efforts كبيرة لل representation تبع لبنان ما لي لو شافوا فنان واحد بكرة بيشوفوا غيره شوي شوي they will be interested in المهم إنه يكون اسم لبنان موجود إذا شفتي قطعة كنتي موجودة بمكان وحبيتيها لشخص منه لبناني بس part of the modern art why not؟ إنه ليش مالي إذا كانت موجودة بالكوليكشن وحطيتيها حد اللبناني يمكن هيدا غنى للفن اللبناني كمان ليشوفوا العالم إنه أسماء كبيرة فرنساوية أو أمريكانية إذا منحطهم حد الفنانين تبعنا أنه they are الفنانين تبعنا يمكن equal or better so it's good also to compare يعني منيح الواحد يشوف كل شيء بعدين ينقي صار في شيء اسمه إيكول ليبانيز صار في شيء اسمه لبنان بالخريطة الفنية اليوم حتى بالأوكشنز بالمزادات العالمية حيلا شغلة فيها شيء لبناني even إذا حدا رسمها أجنبي إذا رسم لبنان أو إذا رسم أرزي أو ضيعة بلبنان دايما عم نشوف أنه عم تكون مميزة وعم بيكون في عليها طلب من وراء هالآخر سنتين هال مثل ما قلت يمكن تحول ال young collectors أو other older collectors بالمشترى تبعهم واهتمامهم أكتر وأكتر بالفن اللبناني